بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا متقابلين عشان المحاضرة التاسعة في الاستاتيكس، وعنوان النهاردة هو الاستراكشر اناليسيز، وهندرس فيه التراس. بداية الكلام، يعني ايه تراسز؟ تراسز يعني استراكشر، تراسز يعني استراكشر formed from connected to members to support load التراسز بيبقى ليه أشكال متعددة جدا. يعني أنا الوحدة بتاعتي هي الـ two force member. كنا احنا قلنا قبل كده ان الـ two force member يعني member متزن تحت تأثير two forces بس. قلنا ان حالة الـ two force member ممكن يكون under tension، يعني يبقى ده الممبر اهو ويبقى متعرض لقوة شد tension force اهو، او يكون under compression فيبقى بالمنظر ده. يبقى الناحية اللي على الشمال دي under tension، والناحية اللي على اليمين هي under compression. احنا بقى بنوصل لـ two force members ديت عشان تكون الشكل بتاعنا اللي اسمه التراسز. يعني ممكن اوصلهم على شكل تريانجل، يعني امسك ممبر كده اهو، وادي التاني، وادي التالت، بدي كده يونت من التراس. ممكن اكررها، ممكن اكررها، يعني ممكن اعمل كده اهو، ممكن ازود كمان هنا اهو. الشكل بقى اللي مرسوم دلوقتي ده اسمه ايه؟ اسمه تراسز. في الغالب التراسز بيبقى ليه نقطتين تثبيت. النقطة الأولانية هي بتبقى البان، ادي رسمة البان اهو اللي احنا خلاص اتعودنا عليها، والناحية التانية بيبقى فيه رولر أو روكر. يبقى هنا ده بان، وده هنا ايه؟ رولر او ايه؟ او روكر. وبنبدأ نحط الفورسز الاكسترنال بالمنظر ده. يعني مثلا هنا في فورس 1000 نيوتن، هنا مثلا في فورس بتساوي 500 نيوتن and so on. فالشكل ده كده اسمه ايه؟ اسمه تراسز. اللي على اليمين تحت ديت هي وسيلة تثبيت الممبرز ببعضها، يعني ممكن يبقى في الفلانج ديت بربط فيها الممبرز، او ان انا اعمل درال في الممبرز كلها واربطها بايه؟ واربطها ببولت، اربطها بمسمار. زي ما انتم شايفين ان الاسهم اللي موجودة على الوصلة في اسهم خارجة المنظر ده اهو، دول تلات اسهم خارجين، وده اسهم، وده كده سهم داخل. يبقى ده كده تنشن، اللي خارج تنشن، واللي داخل ايه؟ compression force. المطلوب مننا من التوبيك دوت ان احنا نعرف الفورس في كل ممبر. يعني التراس اللي قدامكم ده متكون من كام ممبر؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ستة، ادي سبعة. كل ممبر من دول بيشيل فورس خاصة بيه. فبتبقى صيغة السؤال determine the force in each member. هات لنا الايه؟ الفورس في كل member and state whether intention or compression. يبقى انت وضح لي هو الممبر ده الفورس فيه بكام، وضح لي نوعها هي tension ولا compression. لحل الموضوع ده في طريقتين،
حل الموضوع ده في طريقتين. الطريقة الأولانية اسمها method of joint، والطريقة التانية اسمها method of section، method of joint و method of section. method of joint بنستخدمها لما يكون طالب all the forces، لما يكون طالب كل الفورسز في الممبرز، والميثود اوف سيكشن بنستخدمها لما يكون ايه 2 اور 3 ممبرز، 2 اور 3 ممبرز اونلي ريكوايرد، لما يكون طالب الفورس في ايه في 2 ممبرز او 3 على الاكثر. كل طريقه من دول وليها البروسيدور بتاعها، بس عشان نبدأ في البروسيدور بتاع الحل لازم نتعرف على ممبر جديد اسمه زيرو فورس ممبر. ده نوع من الممبرز كده ما بيشيلش اي فورس، محطوط فور سيفتي، اسمه زيرو فورس ممبر. الزيرو فورس ممبر ده معناها ممبر الفورس فيه ايكوال زيرو. طب ده هعرفه ازاي؟ لما تجيلي مسألة هعرف ازاي الزيرو فورس ممبر؟ هتلاقي الزيرو فورس ممبر في مكانين. المكان الاولاني two members unloaded، two members unloaded. يعني ايه two members unloaded؟ يعني انا جيت وصلت ممبر اهو، وصلت ممبر تاني ربطتهم بمسمار، لكن ما حطيتش عليهم فورس، مفيش فورس عليهم، فيبقى دول كده اسمهم ايه two members unloaded. لما الاقي الوصلة دي بالمنظر ده اعرف ان الممبر ده zero force member، والممبر ده كمان zero force member. بعد كده اول كيس الاقي فيها zero force member. الكيس التاني ان انا يكون عندي three members او three forces، 3 members أو 3 forces، 2 of them، 2 منهم on the same line، on the same line. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا جيت لقيت وصلة بتتكون من الممبر 1 والممبر 2 والممبر 3 وموصلهم بمسمار. آدي الممبر 1 وادي الممبر 2 وادي الممبر 3. الممبر 1 و2 على خط واحد، يبقى الممبر 3 زيرو فورس ممبر، يبقى كده اللي هو لوحده ده كده زيرو فورس ممبر. والممبر 1 مطابق للممبر 2، يبقى احنا لو لقينا الوصله ديت نعرف ايه؟ نعرف ان الممبر 1 و2 حاجه واحده، والممبر اللي لوحده زيرو فورس ممبر. هم دول الحالتين اللي عندنا فيهم الزيرو فورس ممبر. ممكن تيجي الرسمه بشكل مختلف، يعني ممكن ارسم لك تو ممبرز عاملين كده اهو، واجي احط لك فورس هنا مثلا ولتكن 100 نيوتن. ادي الممبر 1 وادي الممبر 2. هنا الممبر 2 ده لوحده، يبقى ده كده زيرو فورس ممبر. طب والممبر 1 الفورس اف واحدة تساوي 100 نيوتن على طول بدون اي حسابات. يبقى دول كده ثلاث صور اهم نعرف من خلالهم الزيرو فورس ممبر، يا اما تو ممبرز متوصلين مع بعض وما عليهمش حمل، يا اما ثري ممبرز اتنين منهم على خط واحد يبقى التالت زيرو، او يكون تو ممبر عليهم فورس الايند مع واحدة منهم. يعني شايفين ال 100 نيوتن الايند مع مين؟ مع الممبر رقم واحد، يبقى الممبر رقم 2 ده لوحده يبقى ده كده زيرو فورس ممبر. طيب انت قلت لي ان ريكوارد في مسائل التراسس ديت هات لي الفورس في كل ممبر وقول لي هي تنشن ولا كومبريشن. هنحل الموضوع ده ازاي؟ تعال نقول هنحل الموضوع ده ازاي من خلال سامبل لينا. بصوا كده المساله دي معانا بيقول لي ايه، ديتيرمن ذا فورس ان اتش ممبر، عايز يعرف الفورس في كل ممبر اوف ذا تراس، أو الراجل أكد إنها تراس، and indicate
whether the members are in tension or compression. يعني هات لي الفورس في كل member وقول لي هي tension ولا compression. تعالوا نحط الخطوات الأساسية لحل مسائل التراسز من خلال السامبل ده. من خلال ايه؟ السامبل ده. أول خطوة لما الاقي مسألة تراسز، أول خطوة ستيب 1 نرسم الفري بادي دايجرام فور ذا وول تراس. كل التراس كده نرسم له الفري بادي دايجرام. طب هنرسم له الفري بادي دايجرام ازاي؟ والله احنا عندنا التراس في الأغلب بيتثبت ببن ورولر. في الأغلب بيتثبت بإيه؟ ببن ورولر. فأنا لو لقيت بن أهو، أدي المسمارين بتوعه ومتثبت في الأرض، أجي أقوم حاطط عند البن ده إيه؟ RX وRY. ده الكلام بتاع الإكوليبريم أوف ريجيد بادي. ولو لقيت رولر أو كولر رسمته اللي هي كده، في عجل صغير محطوط، أو إن هو يرسم لي روكر بالمنظر ده، الاتنين نفس المعنى. في الحالة دي بعمل ايه؟ برسم رياكشن واحد بس نورمال على السطح اللي انا ساند عليه. الكلام ده كلام قديم، يبقى ده كده رولر او ايه؟ او كولر. فانا بقول لك اول حاجة لما تلاقي مسألة تراس تعمل ايه؟ ترسم الفري بادي دياجرام لكل التراس. طب انا لو جيت رسمت الفري بادي دياجرام لكل التراس، ادي ورقة الاجابة بتاعتي، هقوم جاي تعالوا نرسم بالازرق او بالاسود، هقوم جاي راسم الممبرز اهو. ادي الممبر اي بي، وادي الممبر اي سي، وادي الممبر اللي هو مين؟ اللي هو بي سي. يبقى هنا اي وهنا بي وهنا مين وهنا سي. طيب تعالوا نرسم الفري بادي دايجرام ليهم. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام هلاقي ان في فورس اكسترنال وفي سبورتس. يعني الفورس الاكسترنال هي مين؟ هي ال 500 نيوتن بس اهو. ادي الفورس ال 500 نيوتن. وايه كمان؟ قال لي عند الاي في مسمار بن، يعني يبقى عنده اي اكس وعنده اي واي. وبعد كده قال لي عند سي في رولر او كولر او روكر ايا كان المسمى، عنده رياكشن نورمال للارض اسمه ار سي. يبقى دي رسمت الفري بادي دايجرام لمين؟ للتراس. الخطوه الثانيه ستيب 2 قال لي سيرش فور زيرو فورس ممبر، دور على الزيرو فورس ممبر. احنا اتفقنا ان الزيرو فورس ممبر هنلاقيه في حاجتين اهو، يا اما تو ممبرز انلودد، يا اما ثري ممبرز اتنين منهم على خط واحد. طب الكلام ده بندور عليه ازاي؟ قال لي باستخدام الجوينتس، يوزنج الجوينتس. الجوينتس يعني المسامير. احنا عندنا كام مسمار؟ عندنا تلاتة، المسمار A والمسمار B والمسمار C. في عند الA مسمار، وفي عند البي مسمار، وفي عند السي مسمار. طب تعالوا كده نراجع سوا، المسمار ايه؟ عنده كام فورس؟ هتلاقوا عنده تلاتة، عنده تو ممبر اللي هما اي سي وبي سي، وعنده اي اكس واي واي، دول اربعة. لا مفيش قصة اربعة دي، احنا يا اتنين يا تلاتة. طب خلاص اهو يا دكتور، البي عنده تلاتة، عنده الممبر اي سي والممبر اي بي والممبر بي سي والفورس ال 500. اقول لك كمان، بس هل في اتنين منهم على خط واحد؟ لا، خط واحد يعني على امتداد بعض. لا مفيش، يبقى البي ما عندوش. طب السي عنده برضو تو ممبرز بس لودد بالار سي. طب هل الار سي على امتداد ممبر منهم؟ برضو لا. يبقى واضح ان المساله دي ما فيهاش زيرو فورس ممبر. طب لو ما فيش زيرو فورس ممبر نعمل ايه؟ هنروح لستيب رقم 3. ستيب رقم 3 بتقول study the truss. يعني ايه يا دكتور study the truss؟ يعني تطبق السيجما مومنت عند البن وتساويها بالزيرو،
تطبق السيجما فورس في اتجاه الواي وتساويها بالزيرو، تطبق السيجما فورس في اتجاه الاكس وتساويها بالزيرو. يبقى ثلاث قوانين هتطبقهم على التراس. طب يلا هنكتب هنا عنوان اسمه تراس، ونبدا نطبق الثلاث معادلات. السيجما مومنت عند البين اللي هو عندنا هنا اسمه ايه، بعد كده سيجما فورسز على الواي ايكوال زيرو، الواي بوزيتيف لفوق، بعد كده السيجما فورسز على الاكس ايكوال زيرو، والبوزيتيف بتاع الاكس ناحيه اليمين. تعالوا نطبق المعادلات دي. لما ناخد المومنت حوالين الاي، طبعا الاكس والاي واي هيطيروا، هيتفضل ار سي مضروب في بعدها اللي هو 2، جبته من الجيومتري بتاعت المساله. بعد كده ماينس 500 مضروبه برضو في 2 اللي هو البعد ده، الكلام ده ايكوال زيرو لان ايكوليبرم. يبقى من هنا الار سي هتطلع بتساوي 500 نيوتن. يبقى انا كده جبت قيمه الار سي. سيجما فورسز على الواي، الفورس اللي على الواي هي اي واي بلس ار سي ايكوال زيرو. من هنا طبعا الار سي احنا جبناها ب 500، فتبقى الاي واي بماينس 500. يبقى احنا كده جبنا الاي واي. سيجما فورسز على الاكس، عندي اي اكس ناحيه اليمين وعندي بلس 500 ايكوال زيرو. من هنا طلعت الاي اكس بتساوي ماينس 500. يبقى انا كده درست التراس وجبت الايه، جبت الرياكشنز. الخطوه اللي بعد كده ستيب 4، قال لي استدي ذا جوينت اوف تو انونز، ادرس المسمار اللي عنده كام انون؟ 2. طب يعني ايه ادرسه؟ قال لي يعني اول حاجه ترسم فري بادي دايجرام فور ذا جوينت، اسيومينج تنشن، افترض ان هما اندر تنشن كلهم. الخطوه الثانيه تريزولف ذا انكلايند فورسز، الفورس المايل عامل لها ايه؟ ريزوليوشن. الخطوه الثالثه طبق سيجما فورسز على الواي بزيرو، وطبق سيجما فورسز على الاكس بايه؟ بزيرو. طب تعال الجوينت ايه؟ مسمار ايه؟ عنده كام انون؟ الاكس والاي واي خلاص اتعرفوا، يبقى عنده الفورس في الممبر اي بي مجهوله، والفورس في الممبر اي سي مجهول. طب والجوينت بي عندها كام انون؟ عندها الفورس في الاي بي تاني، وعندها الفورس في البي سي. طب والجوينت سي عندها كام انون؟ اللي برضو 2، الفورس في الاي سي والفورس في البي سي. واضح ان كل جوينت هنا عندها ايه؟ 2 انون. يبقى ابدا باللي يعجبك. بس انا اللي يعجبني في المساله ديت هي الجوينت اي، هكتب له كده عنوان اسمه جوينت اي، واتخيل ان جوينت اي دي حواليها سيركل. بص السيركل اللي انا رسمتها دلوقتي دي عملت ايه؟ قطعت الممبر ده هنا وقطعت الممبر ده هنا، فاصبحت نقطه اي عندها اهو، هرسم في الصفحه كده نقطه اي عندها الاي اكس اللي احنا جبناها من شويه بماينس 500. خلي بالكم ان انا رسمتها زي ما كانت مرسومه وكتبت ماينس 500 زي ما حسبتها، ما بغيرش حاجه. وعندي اي واي كانت مرسومه لفوق وجبناها برضو بماينس 500. طب نيجي بقى للممبرز اللي اتقطعت. احنا قلنا نفرضها تنشن. تنشن يعني ايه؟ يعني خارجه من النقطه، يعني انا هرسم سهم خارج من الاي يعبر عن الفورس اي سي، وسهم خارج من الـ A برضو بيعبر عن الفورس AB. يبقى أنا كده عندي إيه؟ عندي
حاجتين FEC و FEB. بعد كده هطبق المعادلات بتاعتي. طبعا خطوة الريزوليوشن مش موجودة عشان كل الفورسز عدلة على الاكس والواي يعني. فهطبق على طول قوانيني. قوانيني هي سيجما فورسز على الواي ايكوال زيرو وسيجما فورسز على الاكس ايكوال زيرو. الفورس اللي على الواي، تعالوا كده نشوف الاسهم بتاعتنا مرسومة ازاي. الاي واي مرسومة لفوق بالبلس والاف اي بي مرسومة لفوق برضو بالبلس، كل ده ايكوال زيرو. الله، طب ما هي الاي واي انا عارفها انها بماينس 500، تروح الناحية التانية تبقى بلس 500. من هنا طلعت الاف اي بي ببلس 500. طالما طلعت بلس يبقى الفورس ديت هي فورس تنشن، نكتب جنبها كلمة او حرف تي، يبقى دي كده ايه تنشن. لكن لو طلعت ماينس تبقى كومبريشن، لان انا فرضها تنشن اصلا، فالبلس يعني زي ما انا فرضت. طيب سيجما فورس على الاكس، ها يلا بينا. الفورس على الاكس عندي الاكس مرسومه يمين والاف اي سي برضو مرسومه يمين، يبقى الاثنين بلس ايكوال زيرو. الله، طب ما هو الاكس انا جايبها اصلا قبل كده بماينس 500، تروح الناحيه الثانيه تبقى بلس 500. فمن هنا الاف اي سي هتطلع ب 500، يبقى معنى كده انها طلعت بوزيتيف هي كمان، يبقى الفورس في الممبر ده هي كمان هي ايه؟ هي تنشن، اكتب جنبها كلمه تي. يبقى انا عملت ايه تاني؟ درست الجوينت اللي عندها تو انونز. احنا اخترنا الايه عشان الفورسز فيها سهله عدله، مش هنعمل ريزوليوشن. عندها كام انون؟ عندها تو انون، الفورس في الاي بي والفورس في الاي سي. طبقت الايكويشن، رسمت فري بادي دايجرام وطبقت الايكويشنز بتاعتي سيجما اف واي وسيجما اف اي اف اكس. طيب دي كده هي الجوينت اللي هي مين؟ اللي هي ايه. طب بعد ما خلصت الجوينت ايه اروح فين؟ قال لي براحتك، ممكن من الاي تروح للسي او ممكن من الاي تروح للبي. ده صح وده صح. ليه؟ لان الاثنين عندهم وان انون. خلاص بقى، ما انا عرفت الفورس في الاي سي وعرفت الفورس في مين كمان؟ في الاي بي. طيب تعال نروح للجوينت بي، اهو هكتب له عنوان جانبي كده اسمه جوينت بي. الناس ما تستهونش بالعناوين ديت، يعني وانت بتحل لازم تكتب العناوين ديت عشان اللي بيقرا الحل بتاعك يبقى فاهم انت قاصد ايه او بتحل انهي معادله. هنيجي نتخيل ان في سيركل حوالين الايه، حوالين البي اهو. السيركل حوالين البي دي قطعت الممبر اي بي وقطعت الممبر بي سي. تعالوا كده نرسم فري بادي دايجرام للبي اهو. هاجي في الصفحه وارسم بي، عندها فورس 500 وعندها خطين، الخط ده والخط ده. الخطوط ديت بتشيل فورس، اتفقنا ان الفورس ده نفرضها ايه؟ انها تنشن. بنرسم سهم اهو، اهو اهو تنشن خارجه من البي، ما نغيرش اسمها. احنا قبل كده سميناها اف اي بي، يبقى تفضل اف اي بي. طب وجبناها بكامل اف اي بي؟ جبناها ب 500، ما غيرش الاشاره. بعد كده في اف بي سي لسه ما نعرفش بكام. طب احنا كده محتاجين نعمل ريزوليوشن. اه، هو مدينا الزاوية ديت ب 45 درجة، يبقى الزاوية دي برضو بكام؟ ب 45 درجة. بس حلو أوي كده. نطبق بقى معادلتنا. معادلتنا هي سيجما فورسز على الواي ايكوال زيرو. مين الفورس اللي على الواي؟ الاف اي بي مرسومة لتحت، يبقى ماينس اف اي بي. والاف بي سي لما نعملها ريزوليوشن هتدينا كومبوننت لتحت، يبقى ماينس اف بي سي ساين 45 ايكوال زيرو. الاف اي بي جبناها ببلس 500 وفي ماينس، فتبقى ماينس 500. يبقى الاف بي سي هتطلع ب ماينس 500 على ساين 45، يعني ماينس 500 روت 2. ايه ده؟ ده طلعت ماينس. يبقى معنى كده ان الممبر ده كده اندر ايه؟ اندر كومبريشن. خلي بالك ان احنا كده خلصنا المساله، لان احنا خلاص عرفنا الفورس في الممبر اي سي انها ب 500 تنشن،
وعرفنا ان الفورس في الاي بي هي 500 تنشن، وعرفنا الفورس في البي سي انها ماينس 500 جذر 2 يعني كومبريشن. هو كان راجل طالب الفورس في كل ممبر، وضح هي تنشن ولا ايه ولا كومبريشن. يبقى الخطوات تاني، انا عملت ايه؟ واحد، رسمت الفري بادي دايجرام للتراس كله على بعضه، رسمته في بن وفي رولر. البن حطيت له اكس وواي، والرولر حطيت له رياكشن نورمال على مين؟ نورمال على السيرفيس اللي انا ساند عليه. بعد كده دورت على الزيرو فورس ممبر، دورت على ايه؟ الزيرو فورس ممبر. طب الزيرو فورس ممبر هلاقيه فين؟ الزيرو فورس ممبر هلاقيه يا اما تو ممبرز انلودد، يا اما تو ممبرز انلودد، يا اما ايه؟ يا اما 3 ممبرز اتنين منهم على لاين واحد. انا ما لقيتش الكلام ده هنا، لا الاي ولا البي ولا السي حققت الكلام ده. قمت رايح دارس التراس، درسته ازاي؟ طبقت السيجما مومنت عند البان، سيجما اف واي بزيرو، سيجما اف اكس بزيرو. بعد كده درست الجوينت اللي عندها تو انونز. هي دي الستبس اللي بستخدمها لحل اي مساله تراس. طب تعالوا كده ناخد الخطوات كوبي عشان تبقى قدامنا، ونشوف هنحل بيها المسألة اللي بعدها ازاي. تعالوا ناخدها كوبي كده. خدها للصفحة التانية. اهي عشان تبقى ايه؟ تبقى قدامنا. على بنصغر الخط شويه عشان تبقى تحت الايه، تحت الرسم. هي ادي الستبس ايه بتاعه حل اي مساله تراسز، لازم تبقى في ذهني دايما. بيقول لي ايه؟ نفس صيغه السؤال، هات لي الفورس في كل ممبر، ووضح لي هي تنشن ولا كومبريشن. انت قلت لي يا دكتور اول حاجه ارسم الفري باي دايجرام للتراس. انا شايف ان السي ده عنده بان، فقام جاي عند السي كده وراسم سي اكس وراسم سي واي. طب عند الاي هرسم رياكشن اهو اسمه ار اي. بعد كده نمسك التدوير على الزيرو فورس ممبر. نقطه اي عندها ار اي والاف اي دي اهو، واحد اتنين، والفورس طبعا مفيش حاجه منهم على لاين واحد، يبقى هنا مفيش زيرو فورس ممبر. طيب في مين تاني؟ تعالوا نروح للجوينت بي، عندها كام؟ واحد اتنين تلاتة، والفورس اربعة. لا ده احنا عايزين تلاتة، ده دي خلاص دي كده ايه مفيش. طب تعالى عند السي، عندها ايه؟ عندها سي اكس وعندها سي واي وعندها الممبر ده وعندها الممبر ده. لا دول اربعة برضو ما ينفعش، نمسح. يلا يبقى السي ما عندوش. طب نيجي عند الدي، عنده الفورس الستمية وعنده الممبر ده، الممبر اللي بعده، الممبر اللي بعده، لا برضه أربعة ما ينفعش، إحنا قلنا يا تلاتة يا إيه؟ يا تلاتة يا اتنين أنلود. يبقى واضح المسألة دي كمان ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش زيرو فورس ممبر. طب أعمل إيه بعد كده؟ قال لي تدرس التراس نفسه، أو أكتب عنوان كده اسمه تراس، وأطبق التلات معادلات. السيجما مومنت عند البن اللي هو سي إيكوال زيرو، السيجما فورسز على الواي ايكوال زيرو، السيجما فورسز على الاكس ايكوال زيرو. يلا بينا نعوض في المعادلات دي. سيجما فورس، السيجما مومنت حوالين السي. تعالوا كده بصوا معايا على الرسمه، هناخد المومنت عند السي، فالسي اكس والسي واي يطيروا، هيتفضل 600 في 4 بعد كده زائد 400 في بعدها عن السي اللي هو 3، بعد كده ماينس ار اي في بعدها اللي هو كام؟ اللي هو 6. كل الكلام ده ايكوال ايه؟ زيرو. من هنا جبنا قيمه الار اي، تعالوا كده نحسبها سوا عشان هنحتاج الفاليو بتاعتها. يبقى انا عندي هنا اهو عندي 600 في 4،
بعد كده زائد 400 في 3، كل الكلام ده مقسوم على كام؟ مقسوم على 6، طلعت الـ RA بـ 600. بعد كده السيجما فورسز على الواي، بص انا ببروز كل حاجه انا حسبتها عشان احتاجها بعد كده. سيجما فورسز على الواي، روحوا كده على الفري بادي دايجرام، هنلاقي الار اي وهنلاقي الماينس 400 وهنلاقي بلس السي واي، كل الكلام ده ايكوال زيرو. الله، طب ما الار اي جبناها ب 600، يبقى 600 ماينس 400 ب 200، وتروح هناك تبقى السي واي بماينس 200. اهو بروزنا السي واي. سيجما فورس على الاكس عندي 600 مرسومه ناحيه اليمين، بعد كده بلس سي اكس ايكوال زيرو، من هنا تبقى السي اكس بتساوي ماينس 600. يبقى انا كده جبت له الار اي وجبت له السي واي وجبت له السي اكس. انت قلت لي بعد كده ادرس الجوينت اللي عندها تو انونز. الاي عندها تو انونز، عندها ادي واحد ادي التاني، ادي واحد وادي التاني. طب والسي برضو عندها ادي واحد وادي التاني، يبقى ممكن ادرس الاي او السي، بس السي اسهل عشان الفورسز فيها عدل، فانا هكتب له كده جوينت سي. جوينت سي لو جيت رسمت للسي فري بادي دايجرام هلاقي ادي نقطه سي اهي، هرسم عندها سي اكس زي ما رسمها قبل كده واحط القيمه اللي هي ماينس 600. ادي السي واي مرسومه لفوق وكانت قيمتها ماينس 200. طب والممبرز، قلنا الممبرز هنفرضها تنشن، يعني سهم خارج من السي وسهم تاني خارج من السي، هنسميهم باسماء الحروف بتاعت الممبر، يعني هنا اف سي دي وهنا اف ايه بي سي او سي بي، مش هتفرق معايا. طب بقى معادلات، السيجما فورسز على الواي بزيرو، مين الفورس اللي على الواي؟ هتلاقوا في سي واي لفوق وماينس اف سي دي لتحت ايكوال زيرو. طب ما السي واي كانت بماينس 200، يبقى الاف سي دي تطلع بماينس 200. ماينس 200 معناها ان الممبر ده اندر ايه؟ كومبريشن، عشان بالماينس. سيجما فورسز على الاكس ايكوال زيرو، الفورس اللي على الاكس عندي سي اكس وعندي ماينس اف بي سي، لان الاف بي سي مرسوم ناحيه الشمال ايكوال زيرو. يبقى من هنا السي اكس سوري الاف سي بي هتساوي السي اكس بكام؟ بماينس 600. ماينس 600 يبقى الممبر ده بيساوي ايه؟ برضو بيساوي كومبريشن، يبقى ده برضو كومبريشن زيه زي الممبر ايه التاني، يبقى ده كومبريشن وده كومبريشن. تعالوا كده نعمل صح على اللي احنا حسبناه. احنا حسبنا الفورس في الممبر سي دي، وحسبنا الفورس في الممبر مين؟ في الممبر بي سي. طبعا هتحرك بقى من مكان الممبر دوت، من جوينت ديت للجوينت تانية. من السي ممكن اروح للبي وممكن اروح للدي. ليه؟ لان البي بقى عنده تو انونز اللي هما الممبرين المايلين، والدي برضو عنده تو انونز، بس انا شايف ان الدي اسهل عشان عنده ممبر واحد بس مايل، فانا اقول له هدرس الجوينت دي. يلا نكرر نفس الكلام، هرسم فري بادي دايجرام. تعال ناخد كده الممبر دي عشان المساحات الناحيه دي شويه. تعالوا نمسحها خالص ونكتبها تاني اهو، جوينت مين؟ جوينت دي. لو جيت رسمت الجوينت دي فري بادي دايجرام هاجي كده احط نقطه اسمها دي عليها، فورس 600 نيوتن، وعندي ثلاث خطوط، ادي خط ادي الثاني ادي الثالث اللي هو المايل. احنا اتفقنا ان الممبرز بتشيل تنشن، يعني كل الاسهم خارجه من الدي اهو. ادي سهم اللي هو اف سي دي جبناه بكام؟ جبناه بماينس 200. وادي سهم اللي هو اف بي دي، وادي سهم اللي هو اف اي دي. طب ده الاف بي ده مايل، المساله اللي فاتت ادانا انجل 45، هنا ما اداناش اي انجل،
طب اجيب الانجل منين؟ قال لي هو مديك دايمنشنز، شايفين المثلث اللي انا عملته بالاصفر دوت؟ ده اللي هناخد منه الابعاد. هرسم مثلث شبهه عند الفورس واخد ابعاد المثلث اللي فوق، يعني الابعاد المثلث ده كام؟ 3 وهنا ده 4، يبقى انا هكتب هنا 3 وهنا 4، طبعا يبقى الهايبوتنس بكام؟ ب5. اقدر اعمل ريزوليوشن للاف بي دي؟ اه طبعا، هتدينا سهم كده مع الواي وسهم كده مع الاكس، ما شخبطش اكتر من كده عشان الرسمه ما تبص. طبق معادلاتك، هيبقى عندي السيجما فورس على الواي بزيرو. مين الفورس اللي على الواي؟ عندي الاف سي دي مرسومه لفوق، وعندي الاف بي دي بعد ما اعمل لها ريزوليوشن هتبقى 4 على 5 من الاف بي دي ايكوال زيرو. طب ما الاف سي دي احنا جايبينها بكام؟ بماينس 200، اهي ماينس 200، يبقى من هنا الاف بي دي هتساوي ماينس 200، تروح هناك تبقى 5 على 4 من ال 200. طبعا دي كده ايه؟ واضح ان هي تنشن، يبقى 200 في 4 على 5 ادتني 160. 160 يبقى دي كده ايه؟ اندر تنشن. تعالوا نبروزها بقى اهي، ونكتب جنبها ايه؟ حرف التي تنشن. المعادله اللي بعدها السيجما فورسز على الاكس، سيجما اف اكس ايكوال زيرو. الفورس اللي على الاكس هي ال 600 مرسومه ناحيه اليمين، بعد كده ماينس 3 على 5 من الاف بي دي اللي هو الكومبوننت ده اللي انا بروزته دلوقتي، بعد كده ماينس اف اي دي ايكوال زيرو. هشيل الاف بي دي واكتبها بكام؟ ب 160، يبقى الانون الوحيد هو الاف اي دي. تعال نشوف كده هيطلع بكام. هيبقى 600 بعد كده ماينس 3 في 160 على 5 ادتني 504. 504 بس ادتني 504 بالايه؟ بالبلس. يبقى معنى كده، يلا نبروزها كده سوا، يبقى دي كده ايه؟ يبقى دي كده تنشن، يبقى كده تنشن. طب احنا فين دلوقتي؟ احنا خلاص خلصنا الجوينت دي وعرفنا الفورس في الممبر اللي واصله لها، يعني عرفنا في البي دي وعرفنا في الاي دي، امشي من فين لفين؟ قال لي انت عند الدي دلوقتي، يبقى انت ممكن تمشي تروح للاي او تمشي تروح للبي. طبعا واضح ان الاي اسهل، فانا هقول له لا، ده انا هدرس الجوينت اي او جوينت اي، وارسم للاي فري بادي دايجرام. لو جيت حطيت نقطة ايه اهي، هيبقى الفورس اللي عليها ال ار اي اللي احنا جبناها بكام؟ اه جبناها ب 600. بصوا بقى ميزة البراويز، بروح على طول اجيب الفورس اللي انا عايز اجيب الفاليو بتاعتها. بعد كده عندي خطين، الخط العدل ده والخط المايل، اهو نرسمهم ايه؟ تنشن، يعني خارجين من نقطة ايه. هنا الاف اي دي اللي احنا جبناها ب 504، وهنا الفورس اللي فاضله في المساله اللي هي الفورس اف اي بي، برضو دي فورس مايل، نعمل لها ريزوليوشن ازاي؟ نحط مثلث شبه اللي هناك ونجيب الابعاد بتاعته. انهي مثلث؟ تعالوا كده معايا اهو، ادي المثلث اللي يهمنا اللي انا لونته بالاصفر دلوقتي. ابعاده كام بقى المثلث ده؟ برضو 3 في 4، هنا 3 وهنا 4، يبقى ده كده ايه؟ 5. طبق معادلاتك، سيجما فورسز على الواي ايكوال زيرو. مين الفورس اللي على الواي؟ خلي بالكم بقى ان الاف اي بي هتعمل لها ريزوليوشن، اهو ادي سهم وادي التاني، يبقى 4 على 5 من الاف اي بي زائد الار اي ايكوال زيرو. طب ده الار اي عارفينها بكام؟ قال لي ب 600، يبقى من هنا الاف اي بي هتطلع بي، تعالوا نحسبها كده، هتبقى ماينس 600 مضروبة في 5 على 4 ادتني ماينس 750، ماينس
750. طبعا كلمة ماينس ديت معناها ان هي ايه؟ ان هي under compression. مسألة طويلة شوية بس منظمة. رسمت فري بادي دايجرام، درست التراس، بعد كده مسكت جوينت جوينت. طب انت خلصت المسألة؟ اه خلصتها، لان الممبر اي بي اي دي اتجاب والممبر اي بي اتجاب. واضح ان دايما بيبقى في مسمار ما درستوش، يعني انا درست السي بعد كده الدي بعد كده الاي، لكن ما احتجتش ادرس مين؟ ادرس المسمار بي. واضح ان انا طبقت نفس الخطوات بتاعت ايه؟ بتاعت التراس. تعالوا ناكد تاني وناخد نفس الخطوات معانا اهو. تعالوا ناخدها كوبي اهي وناخدها معانا للصفحة اللي بعدها. الصفحة دي فاضية، يلا نروح للي بعدها اهي. ادي الخطوات اهي قدامنا، ما يبقاش لينا حج. انت قلت لي اول حاجه اعمل ايه؟ ارسم فري بادي دايجرام للتراس كله. طبعا صيغه السؤال هي اهي، عند الاي ده بن، اقوم جاي هنا راسم اي اكس وراسم اي واي. طب عند السي ده رولر، هرسم ار سي. الخطوه الثانيه قلت لي ادور على الزيرو فورس ممبر. تعالوا كده سوا، الاي عنده أربعة، اي اكس واي واي والتو ممبر، ما ينفعش. البي عنده واحد اتنين تلاتة أربعة، أهو البي واحد اتنين تلاتة أربعة، ما ينفعش، يبقى نمسح، يبقى البي ما عندوش حاجة. طب السي عنده كام؟ واحد اتنين تلاتة، بس ما فيش منهم اتنين على خط واحد، يبقى برضو ما ينفعش. طب تعالوا للدي، أهو واحد عند الدي، في ادي واحد اتنين تلاتة. استنى بقى، الدي عندها تلاتة والممبر اتنين والممبر تلاتة على خط واحد، يبقى معنى كده ان الممبر اتنين وتلاتة متساويين مع بعض، يعني الاف اي دي ايكوال الاف سي دي، والممبر بي دي زيرو، يبقى الممبر اي دي ماله؟ زيرو. يبقى تعالوا نشطب على الممبر بي دي كانه مش موجود في المساله. اقول كمان، يبقى انا الجوينت دي عندها كام ممبر؟ ثلاثه، واحد اتنين تلاته، لقيت اتنين وتلاته على خط واحد والممبر رقم واحد لوحده، يبقى اتنين وتلاته متساويين والممبر رقم واحد الفورس فيه بكام؟ الفورس فيه بزيرو، فعملت عليه علامه اكس، مش موجود في المساله. تعالوا نكمل بحث. طب الممبر اي النقطة جوينت اي عندها ادي واحد اتنين تلاتة اربعة فورس خمسة فورس تانية، لا ده ما فيهوش زيرو ايه؟ زيرو فورس ممبر. كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، لازم ترجع تعمل تشيك تاني. ترجع تعمل ايه؟ تشيك تاني. طب يا دكتور ما احنا دورنا اهو لقينا الاف بي دي بزيرو، لا دور تاني. طب يلا كده ندور تاني، الاي اربعة البي بقوا تلاتة. ليه؟ لان احنا خلاص شلنا مين؟ شلنا البي دي، ادي واحد وادي اتنين وادي تلاتة، الممبر واحد واتنين على خط واحد والممبر تلاتة لوحده، يبقى انا للجوينت ديت هكتب ان الممبر بي سي بيساوي الممبر اي بي، والممبر اللي لوحده اللي هو اي بي ده ايكوال زيرو. يبقى انا لحد دلوقتي جبت كام زيرو فورس ممبر؟ جبت اتنين اهو. هنشطب على الممبر ده، يلا بينا نلغي الارقام. طب السي ما حصلوش جديد، طب الدي خلاص خلص، طب الاي عنده واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى انا كده خلصت السيرش فور زيرو فورس ممبر. بعد ما لقيت الزيرو فورس ممبر، طبعا انت كده جبت ممبرز اهو بدون اي حسابات، جبت الفورس في الممبر بي دي بزيرو وجبت الفورس في الممبر اي دي بزيرو. طبعا زيرو ده يعني لا تنشن ولا كوميرشن، هو زيرو. طب اعمل ايه بعد كده يا دكتور؟ بعد كده ترسم الفري بادي دايجرام للتراس كله على بعضه.
يعني هاجي اقول ادي، انا ناخد الازرق احسن اهو كده، واحد كده، اتنين كده، ايه كده، تلات. عندي الايه ده اهو، وادي السي وادي الاي. بالنسبة للبي وللدي بقت نقط مدفونة مش متوصل بيها حاجة. طيب عندي هنا بقى ار سي، وعندي هنا اي اكس واي واي، وعندي هنا 450، وعندي هنا ايه 600. اديني رسمت الفري بادي دايجرام، تعالوا نصغره شويه عشان المساحه اهو. ادي الفري بادي دايجرام. هدرس بقى الايكوليبرم بتاع التراس، الكلام العادي اكتب له كلمه تراس واطبق المعادلات. هاخد سيجما مومنت عند البن اللي هو الاي واساويها بالزيرو. لما اخد المومنت عند الاي هيبقى عند الار سي مضروبه في الطول ده كله اللي هو 3 و3 يعني 6، ماينس 600 طبعا طارت مره بالاي. في بعد كده في ماينس 450 مضروبه في بعدها اللي هو كام؟ خلي بالك هو لاعب معايا حته جيومتري كده، مديني زاويه 30 اهي ومديني بعد 6، انا عايز اجيب البعد ده اللي هو ده اللي انا عملته صندوق. انا عارف ايه؟ انا عارف ان تان 30 بيساوي الصندوق ده مقسوم على 6. تان 30 بيساوي الصندوق ده ايه؟ على 6. يبقى الصندوق بيساوي كام؟ 6 تان 30. تعالوا كده نحسبها. يبقى 6 تان 30 ادانا كام؟ 2 جذر 3. يبقى الطول ده كده 2 جذر 3. يبقى 450 هتتضرب في كام؟ في 2 روت 3 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. من هنا جبنا قيمة الار سي. تعالوا كده نحسبها. يبقى قيمة الار سي هتساوي 450 هتروح هناك في 2 روت 3، الكلام ده كله يتقسم على 6. اداني 150 روت 3. بصوا مش هجيبها بكسور، هسيبها بالروت كده. يبقى ده الار سي 150 ايه؟ روت 3. سيجما فورسز على الواي، مين الفورس اللي على الواي؟ عندي الاي واي وعندي الار سي وعندي ماينس 600 ايكوال 0. الار سي كانت ب 150 جذر 3، يبقى الاي واي جت هتبقى 600 اهي، 600 ماينس 150 روت 3 اديتني كام؟ هتديني 340.19. يلا نبروزها اهو. السيجما فورسز على الاكس ايكوال 0. مين الفورس اللي على الاكس؟ عندي الاي اكس وعندي 450. اي اكس زائد 450 ايكوال 0. من هنا الاي اكس هتطلع بماينس 450 اهي. تعالوا نكتبها تاني اهي، ماينس 450. يبقى انا كده جبت الرياكشن في كل ايه؟ كل سبورت. الخطوه اللي بعد كده قال لي ادرس الجوينتس اللي عندها تو انونز. طبعا واضح ان الايه اسهلهم، كلام بقى معتاد اهو. يبقى انا هدرس جوينت ايه، ارسم لها فري بادي دايجرام. هيبقى عندها اي اكس وعندها اي واي. جابوا جاب الاي واي كانت بكام؟ كانت ب 340 و19 من 100، والاكس كانت ماينس 450. بعد كده عندي تو ممبرز افرضهم تنشن، الاف اي بي والاف اي اي. اف اي اي معادلاتك سيجما فورسز على الواي بزيرو. مين الفورس اللي على الواي؟
عندي الـ AY وعندي بلس FAE equal 0، يبقى الـ FAE هتساوي AY بالماينس، يعني ماينس 340 و19. ايه ده؟ دي بالماينس تبقى compression، اكتب جنبها C. سيجما فورسز على الاكس ايكوال زيرو. مين الفورس اللي على الاكس؟ الاف اي بي بعد كده زائد الاي اكس ايكوال زيرو. خلي بالك الاي اكس بالماينس، يبقى الاف اي بي هتطلع بلس 450. بس خلي بالك، افتكر كده معايا، الاف اي بي احنا قلنا انا بتساوي مين؟ الاف بي سي، يبقى تساوي الاف بي سي هتساوي 450، يبقى دي كده under ايه؟ under tension. تعالوا نعمل صح على اللي احنا جبناه. احنا جبنا ال FAB وبالتالي جبنا ال FBC وجبنا ال FAE. من ال A يا تروح لل C يا تروح لل E. انا هروح لمين؟ هروح لل C مثلا، مش فارقة، الاتنين نفس الصعوبة. يبقى انا اقول له joint C، ارسم لها free body diagram، عندها RC، عندها خط ال FBC اللي احنا جبناه ب 450، وعندها خط ال FCD المايل بزاوية كام؟ 30 درجة. يبقى ده هيتعمل له resolution اهو. سيجما فورسز على الواي ايكوال زيرو. مين الفورس اللي على الواي؟ ال RC لفوق، وكومبوننت ال FCD اللي هي FCD ساين 30 ايكوال 0. ال RC احنا جبناه ب 150 روت 3، يبقى ال FCD، خلي بالكوا ال FCD ايكوال كام؟ ايكوال ال FED، اوعى تنسى الكلام ده، ايكوال ماينس 150 روت 3 على ساين 30، يعني هتدينا ماينس 300 روت 3. طبعا دي كده تبقى ايه؟ تبقى كومبريشن. تعالوا كده نعمل صح على حسبناه. حسبنا الفورس في الممبر سي دي، بالتالي جبناها في الاي دي. كده يبقى احنا جبنا الفورس في كل الممبرز. الاي بي ايكوال البي سي وجبناه، السي دي ايكوال الاي دي وجبناه، البي دي والاي بي اصفار، والاي اي جبناه. يبقى احنا كده جبنا الفورس في كل ايه؟ في كل ممبر. يبقى احنا كده غطينا الميثود اوف جوينت بالثلاث مسائل دول. المساله الاولانيه كانت 3 ممبرز، كانت بسيطه بنطبق عليها الخطوات. المساله اللي بعدها كانت اطول شويه، لكن الاثنين ما كانش فيهم زيرو فورس ممبر، والمساله الثالثه لقينا زيرو فورس ممبر، فطبعا سهل لنا المساله، خلاها زي المساله ايه؟ زي المساله الاولانيه. يعني تعالوا مثلا في المسألة دي بس هندور على الزيرو فورس ممبر، مش هنحل ونجيب ممبرز. هو حتى صيغة السؤال بيقول لك determine all the zero force member. تعالوا كده سوا، أول حاجة لازم نعمل إيه؟ نرسم free body diagram للتراس. أهو أدي هنا الـ AX وأدي هنا الـ AY، وأدي الـ E هنرسم عنده reaction اسمه RE. يلا سوا نمسكها joint joint. أول حاجة الـ joint A عندها الـ AX وعندها الـ AY وعندها الممبر ده وعندها الممبر ده، لا ما تنفعش، دول أربعة، يبقى نمسح التست بتاعنا، ما ينفعش الكلام ده. طب نروح على مين تاني؟ نروح على البي. خلي بالكم إن أنا بدور الفاباتيكال عشان ما انساش. أهو أدي الإي إكس وأدي الإي واي، عندي البي. البي عندها كام؟ عندها الفورس الاتنين، وعندها أدي ممبر تاني، أدي التالت، أدي الرابع، لا ما تنفعش. طب نروح للسي، لا ده السي عندها كتير جدا. طب نروح للدي، دي عندها ادي واحد اتنين تلاتة، ايه امسك في الدي، الممبر واحد وتلاتة على خط واحد، والدي اف ماله؟ زيرو، يبقى الاف دي اف ايكوال زيرو، يلا نشطب عليه. يبقى انا اهو هنشطب عليه. تعالوا انا بقترح حاجة، تعالوا ننقل الرسمة بره عشان نشطب على الايه؟ الممبر اللي احنا هنعوزه. اهو استنوا كده، اهو ادي ممبر
ادي التاني، ادي التالت، اهو تعالوا بقى ناخد اللي انا رسمته ده كوبي كده، اهو يلا بينا ايه نحل بقى الايه التراس ده. تعالوا الخط ده اتمسح اهو، ناخده تاني. دي نقطة مين؟ نقطة A، نقطة B، وادي نقطة C، وادي نقطة D، وادي نقطة E، F، G، H. احنا قلنا ايه؟ هنا في رياكشن EX وAY، وهنا في RE، وهنا في فورس 5 كيلو نيوتن، وهنا في فورس 2 كيلو نيوتن. احنا قلنا ايه؟ قلنا هندور عند كل مسمار، بالنسبه للاي ما لقيناش حاجه، رحنا للبي ما لقيناش حاجه، رحنا للسي ما لقيناش حاجه، لما رحنا للدي لقينا الممبر دي اف زيرو فنمسحه، يبقى احنا كده ايه؟ مسحنا الممبر دي اف. طيب نكمل، بعد الدي في اي، لا الاي دول ثلاثة مش هينفع. طب الاف، تعالى بقى الاف عنده ادي ممبر، ادي التاني، ادي التالت، الممبر واحد واتنين على خط واحد، يبقى احنا هنمسح الممبر رقم تلاتة، اديني مسحته، يبقى نقطة اف بقت ايه؟ لوحدها. طب بعد الاف في مين؟ في جي، الجي عنده كام ممبر؟ واحد، اتنين، تلاتة، واحد واتنين على خط واحد، يبقى احنا هنمسح الممبر الواحد اللي هو رقم تلاتة، ماشي. بعد كده نيجي لمين؟ لنقطة جي، نقطة اتش عندها كام؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. لا ما ينفعش ده احنا لازم يكونوا ايه؟ تلاتة او اتنين unloaded. اهو يبقى انا كده دور، ارجع ادور تاني، يلا ندور تاني. الايه اربعة، البي أربعة، السي أربعة، الدي خلص، الإي تلاتة بس مفيش حاجة على خط واحد، الإف والجي خلصوا، الإتش برضو أربعة، يبقى أنا كده دورت على الزيرو فورس ممبر، يبقى الزيرو فورس ممبر في التراس دول كانوا مين؟ أول واحد كان الإف دي إف، التاني كان الإف سي إف، التالت كان الإف سي جي، كل دول إيكوال إيه؟ equal zero force member. نسينا حاجة؟ اهو تعالوا نراجعهم، احنا شلنا ده اللي هو دي اف، وشلنا ده اللي هو سي اف، وشلنا ده اللي هو ايه؟ اللي هو سي جي. لا ما نسيناش اي حاجة، يبقى انا كده دورت على الزيرو فورس ممبر بمجرد النظر، ما عملتش اي حسابات عشان اجيب الزيرو فورس. بص التراس اتخفض ازاي؟ بعد ما كانت الممبرز كتيرة بقى عددهم ايه؟ بقى عددهم قليل. اشوفكم ان شاء الله في موضوع جديد ومحاضرة جديدة من الاستاتيكس. سلام عليكم.